ليت ابو ظبي، ليت ابو ظبي يسعها الهدب وتسكن العين ويطول المقام، دار من سطر المجد وكتب قصة حبرها برق الغمام. تزدان ابو ظبي وتهمس وله، والعيونها نكتب قصيد وعلى سواحلها قصة، قصة سطرها نجوم الشعر على صفحات شاطئ الراحة، قصة رددنا معاها صح لسانك. والليلة نلتقي بكم من جديد مباشرة على الهواء عبر قناتي ابو ظبي، وبينونا في البرنامج الأول والأضخم والأغلى للشعر النبطي شاعر المليون في موسم الـ11 مع ختام المرحلة الثالثة اللي بترسم ملامح المنعطف الأخير لتنافس النخبة. أمسية نترياها وتترياها الجماهير في كل مكان مع نجوم عيونهم على بيرق الشعر وخطوات بسيطة تفصلهم عن حجز مقاعدهم في قائمة الستة صفوة الصفوة اللي بيتواجدون على منصة الحلم والتتويج. نقولهم فالكم البيرق، ولكم متابعين نقول فالكم شعر. أمسيتنا تذهب تواجد أسماء سافرنا معاها بين البحور والقوافي، ألهمتنا بنقدها الحيادي وتوجيهاتها القيمة، وأكيد طرحها المثري المشوار النجوم والساحة الشعرية. رحبوا معاي بعضاء لجنة تحكيم شاعر المليون، المستشار الثقافي والتراثي في أكاديمية الشعر الدكتور غسان الحسن، رئيس تحرير مجلة وضوح الشاعر والإعلامي الأستاذ حمد السعيد، مدير أكاديمية الشعر الكاتب والباحث والناقد الدكتور سلطان العميمي. حياكم الله وبالتوفيق في هذه الأمسية. وأكيد نتوجه بالتحية لأسماء ساهمت في صياغة مسار الشعراء في المنافسة، أعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج. يتنفس شعر وتلهمنا حروفه، يقول خلك على الغصن لا تطلق جناحيك، أصل السما ريح وارضك كلها غربة، الأستاذ بدر صفوق. مثل السحاب يمطر شعر وفرح وامنيات، يقول الوكاد إن الغلا شاقني لبو ظبي، جيتها ومن المحبة كأني في الرياض، الأستاذ تركي المريخي. حياكم الله ونتمنى لكم التوفيق في الأمسية. في الأسبوع الماضي شاهدنا أمسية تلونت فصولها بالشعر والجمال وأسعدت الجماهير في كل مكان، وكان قرار لجنة التحكيم تأهيل مبارك بن مدغم الأكلوبي وعبد الله حنيف اليامي من السعودية، وهم أول النجوم اللي حجزوا أماكنهم في مرحلة الستة للتنافس على لقب شاعر المليون في نسخة الـ11. كاميرا شاعر المليون رافقت الشعراء ورصدت لنا كواليس استعداداتهم وأهم اللحظات بين القلق والفرح والتحديات. تفاصيل أكثر نتابعها في هالتقرير. آلاف الأصوات انطلقت من هالمسرح تبحث عن اللقب الحلم، والليلة موعدنا مع النخبة. بنتعرف على آخر اسمين بينضمون مع زملائهم لاستكمال قائمة الـ12. عبد السلام رفيع السلمي، عامر محمد بن مبشر من السعودية، نرحب بأمير الشعراء في الموسم الأول الشاعر كريم معتوق. خيرت إبداعي فمال خياره لمحمد بن زايد حين احتفى. الشاعر المبدع محمد بن مريبد العازمي. يا أبو ظبي ما يلحق الشاعر إحراج في مدح من جعل القصايد في دلة. هي النقطة اللي خلت تناصل هالمرحلة هو الشعر، وهذا البرنامج الشعر به فايز. إيمان المحبين واللي آمنوا في موهبتي وصلوني لمرحلة الـ24، ومن الـ24 حصلت لمرحلة الـ12. أنا غالباً أحط منافسي محمد موصل في كل مرحلة، أقول أنا لازم أتحدى نفسي في المرحلة اللي راحت. اليوم أنا في الكواليس محضرين للحلقة إن شاء الله، ونتمنى أن نقدم ما يليق باستحسانكم ومتابعتكم ودعواتكم إن شاء الله الكرت الأول. من يوم مهداك من يزهاك صرت أعز الآثار، زريك على منكبي
رتبة شموخ وحمل أمانة قدرتها الأقدار حق خبتك بظهور الصدف أفتعل بالدرب صدفة وثرك خلافها عن حياة اليتيم المجدبة عن حظه المعذور عن ليال تذكر وحشته كم كان فاقدها إيه من الدر رضا لو كان ما بين صاد وسين على بسمته ليت الخلافات معقودة تهل أسار الشعر في بيد الوصوف وزاده التركيب بن جدلان قبلة مبتغاه وشان بوصلته غضب دارا يديها للمواطن معرض المياح ويتسابق على الإنجاز فيها شعب وقيادة أرضنا أرض الشريف النزيه دونها قوات روسيا الله 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 لا مطلوب منهم يجارون ثلاث أبيات الأبيات هذه على طاروق من طوارق العرضة المطلوب مجاراتها موضوعا وزنا وقافية في تكتيك معين خلينا نسميه القلطة السكرية هذه موجودة عندي الحمد لله وما راح أعلم فيها أخواني أحبهم أغليهم لكن ماني بعلمهم فيها بإذن الله أن الليلة أن نكرت بإذن الله عبد الله بن الأبيات بلا شك صعبة عنصر المفاجأة فيها أصعب شيء المرحلة 12 مرحلة متقدمة مرحلة تسبق النهاية بخطوة كم عدد المتأهلين؟ أنا رأيي واحد لكن في عندي اثنين يعني غلبوني في الرأي أعلن أعرف الآن أعتقد لك قصيدة يقول خاف من صبر على غير توفيق وأنا أبشر مبارك إنه صبر وتوفق اليوم المتأهل الثاني عبد الله حنيف اليومي ألف مبروك نجوم الأمسية الماضية معانا في هاللحظات على المسرح وهم بانتظار النتائج المصيرية من تصويت الجماهير اللي بتأهل نجم واحد لاستكمال رحلته في مشوار المنافسة على بيرق الشعر نرحب فيهم صلاح بن ضاحي الحربي من السعودية عبد الله الشقراني من الكويت فهد رميض بن سيمر الشمري من العراق محمد منصور المطرقة من الكويت حياكم الله الأعصاب مشدودة وكل العيون في هالدقائق على مسرح شاعر المليون الجماهير صوتت وساندت ودعمت نجمها المفضل يا ترى منوهم أو منو هو الشاعر اللي بيرافق زملائه للمرحلة الختامية من المنافسة قبل لا نعلن النتيجة بنتوقف مع كلمة سريعة من نجومنا والبداية مع صلاح تفضل يا الشاعر أولاً الله يسعد مساكم كل خير أنا سعيد جداً بوصولي لهالمرحلة المتقدمة من البرنامج وفخور جداً بمكاسبي اللي كسبتهم زملائي الشعراء والله يكتب لنا التوفيق جميعاً آمين إن شاء الله بالتوفيق يا رب بالتوفيق عبد الله الكلمة لك الحمد لله على ما وصلنا إليه وأسأل الله التوفيق لي ولزملائي وأشكر لجنة التحكيم اللي أثرتنا على مدار 10 مواسم وأثروا على تجربتي أنا شخصياً شاكر لهم واللجنة الاستشارية وأشكر عراب عظمة هذا المسرح وهذه أبيات في سمو الرئيس محمد بن زايد أطال الله في عمره غنى الطرب كل ظبية كفها محنى تموت جوع البنادق ما تعشاها مهوب كل ما تمنى جاك يمهنى من دونها سيف ياسي تحماها حضيت في بيت شعر ما بعد غنى أقبل كفوف حرفه وتفداها يوالله أتعب من الأمداح وتعنى وارتاح لا من ذكرت إن أنت ماواها من ذا الذي حل في دارك ولا غنى الله يا دار زايد كيف محلاها الله عليك فحسانك فهد شو تقول الحمد لله حنا وصلنا هالمرحلة هذا هو الفوز الحمد لله ونشكر حكومة أبو ظبي وشعبه ولجنة شاعر المليون وطاقم البرنامج كله شاعر المليون وإذا تسمح لي يا أخوي سعود بيتين يقول أبو ظبي دار الكرم والتباشير شفنا وهجها من قبل لا نزوره واجب إن ما ريبه معزة وتقدير ولا المحبة بالقلوب محفورة عن ما قفك
يا غيث يا شيخ يا أمير يا تاجرة سمو الزعامة وسورة خالد بن محمد ولا الزايد الخير، كل القصايد تفتخر في حضوره. الله الله، صح لسانك. صح لسانك يا فهد محمد، الكلمة الختامية عندك. في البداية نشكر الإمارات حكومة وشعبا على كرمهم الغير مستغرب، من ثم نشكر أساتذتنا اللجنة اللي لولا الله ثم ثقتهم وانتقاداتهم ما وصلنا لهالمرحلة. وأقول الربع ختاما سامحوني على القصور وشكرا لكم. بيض الله وجهك بالتوفيق إن شاء الله. ختاما يعني موادع محمد؟ ما يصير، ما اعلن النتيجه، نحن موادع من الحين بالحالتين يعني في اي مرحله يسامحونا على القصور. احنا انا اللي بقوله ان النتيجه وصلت حقيقه. النتيجه ربما كانت مفاجاه في حلقتنا لهذا اليوم، من الاف المشتركين ل 48 لل 24 ل 12، والحين ننتقل لاخر سته بيكونوا معنا في حلقتنا الختاميه من شاعر المليون. في شاعر من اول ما دخل وهو عينه على البيرق، وفي شاعر يمكن أنه يجرب حظه، وفي شاعر يبين عليه الربكة ويبين عليه الحفوز، لكن في شاعر يبين عليه البرود، لكن من داخل نعرف أنه يتحدى وعينه فعلا على لقب شاعر المليون. يا ترى منو اللي تأهل في حلقتنا لهذا اليوم واللي حصل على أعلى نسبة تصويت من الجمهور؟ نقول ألف مبروك، هذه آخر فرصة لواحد من الأربعة أن يوصل لحلقتنا أو حلقاتنا الختامية اللي بتكون عبارة عن حلقتين وفيها صفوة الصفوة مجموعة الستة. اللي حصل على أعلى نسبة تصويت بالإضافة إلى درجات لجنة التحكيم، ونقول له ألف مبروك وعينه على البيرق وفال البيرق إن شاء الله، صلاح بن ضاحي الحربي. ألف ألف مبروك لك يا صلاح، وبالتوفيق لبقية النجوم اللي يعتبر تواجدهم في هذه المرحلة إنجاز وبصمة مختلفة في مسيرتهم الشعرية، مثل ما نشوف معاكم مشاهدين الدرجات النهائية لبقية الشعراء. صلاح بن ضاحي الحربي 77 من 100، عبد الله الشقراني 51 من 100، فهد رميض بن سيمر الشمري 46 من 100، وأخيرا محمد منصور المطرقة 50 من 100. تأهل الشاعر صلاح يتواجد حتى اللحظة ثلاثة نجوم في قائمة الستة الخاصة بالمرحلة الختامية من المنافسة، وبيتبقى ثلاثة أسماء بنتعرف عليها من خلال أمسية الليلة وأكيد مع بداية الأمسية القادمة. يقولون العالقون في متاهات الحياة هم الأكثر تحدياً لأيامها الحالكة، والليلة بنرافق نجومنا في متاهاتهم وبنسلط الضوء على قصصهم دروبهم وأمنياتهم. هل باعتقادكم قدروا يوصلون لمحطة الختام؟ نتابع. أنا مستعد لصلاعة الدهشة مجددا. أنا مستعد في هذه المرحلة لتتويج البدايات بالنهايات. أنا مستعد بهالمرحلة أطرب مسامعكم بعذب القصيد. أنا مستعد لأسعد جمهور الشعر من جديد. أنا مستعد لتقديم المختلف والمميز من الشعر خلال هذه المرحلة والوصول إلى نهاية المسابقة. أنا مستعد لتقديم نصوص عظيمة يتكلم فيها التاريخ. نرحب بنجوم الليلة معانا على المسرح، حياكم الله، وراح نتوجه بالسؤال المهم لدكتور سلطان عن آلية التنافس في أمسية الليلة. حياكم الله وبالتوفيق إن شاء الله لشعراء حلقة اليوم. بالنسبة للأبيات اللي مطلوب من الشعراء أنهم يجارونها بتكون على فن المجاراة، ومطلوب من الشعراء مجاراة أبيات على فن أو أسلوب شعري معروف في دولة الإمارات ومعروف أيضا في شعر النبطي، ولكن ليس كثير الانتشار. هو أسلوب القصيدة المثلوثة، تكون القصيدة من ثلاث أشطر، وللقصيدة المثلوثة أشكال عديدة في نظام التقفية وحتى على نظام الأوزان، ولكن ربما يكون نظام التقفية هو الأكثر بروزاً في الاختلافات بين أشكال القصيدة المثلوثة. اخترنا في هذه المرحلة قصيدة
أو أبيات من قصيدة الشاعر مبارك العقيلي اللي عاش في إمارة دبي أغلب سنين حياته. المطلوب مجاراة هذه الأبيات بنفس الوزن والموضوع والقافية. هناك ثلاث قوافي في هذه الأبيات، في كل شطر قافية مختلفة عن الشطر الثاني. قلب المعنى عليل، بالحب طالت سقامه، تالي المحبة فنى، مسكين عابر سبيل، تايه بوادي هيامه، منال غير العنى، الله عليه وكيل، ما طعت فيك الملامة، يا كامل بالسنة. الالتزام بالقوافي جميعها، الالتزام بالوزن، ولا يخرج شاعر في مجاراته على جو النص. كل التوفيق إن شاء الله لشعراء هذه الحلقة. دكتور، طبعا المطلوب بيتين أو ثلاثة، صحيح؟ ثلاث أبيات. ثلاث أبيات. نعم. ثلاث أبيات. إذن عندكم نص ساعة شباب، أعتقد الأمور واضحة، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله. مشاهدينا عشاق القوافي، وين ما كنتوا، تفاعلكم، كلماتكم ورسائلكم هي الدعم الحقيقي للشعراء. تواصلوا معنا عبر حسابات البرنامج على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وخبرونا على هاشتاغ شاعر المليون منو هو نجمكم المفضل اللي تتمنون وصوله لنهائي الحلم. مشاركات أول وثاني نجوم الليلة بعد الفاصل، ردي لكم. شمس الثقافة اللي نرتوي من ضياها فكر وشعر وأصالة، نجدد لقانا فيكم مشاهدينا ومتابعينا في ثاني أمسيات المرحلة الثالثة مباشرة على الهواء عبر قناتي أبوظبي وبينونة. نجومنا في هاللحظات ابتدوا كتابة أبياتهم الخاصة بمعيار التحدي الثاني. أجواء مثل ما نشوف على الشاشة كلها هدوء وتركيز عالي، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وفالكم الإبداع. أول نجوم الليلة تحدى متاهات التكرار والمألوف وغرد بشعره في سرب الإبداع والتجديد، من السعودية عامر محمد بن مبشر. بداية كتابتي للشعر كانت من فترة قصيرة، كنت أكتب لأني أحب ذلك، وليماني التام بأن الشعر يخلق فضاء رحب مليء بجماليات اللغة ومحاسنها. بالنسبة لي، المشكلة التي تواجه الشعر عدم التجديد أحياناً، وكأن الشعر يكرر نفسه. وحتى أكون شاعر قوي، يجب أن تكون لدي الجرأة لأكتب خارج المألوف بمواضيع جديدة وحديثة. محافظاً بنفس الوقت على أصالة الشعر. برنامج شاعر المليون هو اللي يتاح لي أن أكتب الشعر بشكل جديد وحديث، لأن البرنامج يقبل ذلك. وأنت، هل أنت مستعد لترضي ذائقة الشعر ومحبيه؟ ما استرحت من الدروب ولا سرى في البال حادي، كل ما شد وخطام الشعر جودته يدي، يا غزية من يقول اني بعيد عن شدادي، علميه اني خصيم للخطوب المفصلية، وخلي صدور المعارك للرجال وللهنادي، وركزي بيرك فجسر قلب في نجد العذية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أساتذة الكرام واللجنة الاستشارية وحضورنا الكريم، وخص عمامي وابناء عمومتي ومن حضر زملائي أيضا، الله يحييكم تحايا المطر. بسم الله توكلت على الله. قصيدة بلسان صديق لم يرزقه الله بأولاد ولا كل من ألم في هذا الداء. اللهم صل وسلم على محمد. استثقلتك المنافي وانتبذت الأنام،
يا حلم قل لي لا تهت الدرب كيف اهتدي وللخوف جرة تشتت خطوتي فالزحام من ينتشل داي واسمي عليه ولدي رمح السهر لا تفرعن قد جفن المنام وسيل من العين جمرة لوعتي واسهدي يا نصف ديني عليت من الضمير السلام ألبي يظلي تمشلح طيبتي واجهدي هم الضنا في فوادي من 30 عام تجري بعرقي خطاوي حزنها السرمدي في عز انكساري كان مثل الغمام يفزز الفقد داخل صدري الجرهدي سميتها المجد والحظوة وروح الكلام وناديتها الوجد والجذوة وجرح جسدي وشلون زمزم احظوظي والمفازة ظلام والليل يحبي وخيله فالضلوع اتعدي وذود ورا رمشك الساهد طواها الحيام حالت من أطراف خدك فوق راحت يدي رعيتهن والمدى دونه صليل وجهام وغرست غصن الدعاء لله وعودت ندي لعلي يلقى طريق يستحق الختام وهد نودي ورا برقه وحطب رعدي يسرف بي الصمت وتعبني كثير الملام أخاف بكرة بموتي ينتهي مولدي. سلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خير المرسلين. أرحب بجميع الحضور وكذلك المشاهدين. الشاعر عامر هنا يواصل معنا رحلة البحث عن الهموم الاجتماعية أو الأسرية وهي ذاتية كذلك، يعني الموضوع هنا اجتماعي وأسري وذاتي أسري لأنه يشمل أكثر من عضو في الأسرة، ذاتي لأنه خاص. وهو هنا كما قال إنه يتقمص هذه الحالة التي هي لصديق من أصدقائه، وهنا يعني تبرز يعني إنه كم عند الشاعر من كفاءة في تقمص هذه الحالة، لأنه في القصيدة جاءت هنالك كثير من العبارات تعبر عن المشاعر والأحاسيس الدقيقة عند الإنسان في هذه الحالة. وهذا طبعاً لما يكون الإنسان بذاته يتكلم عن ذاته فهو سهل، لكن أن تتقمص مشاعر الآخرين التي ليست عندك فهذا من البراعة الشعرية وحسن الخيال ودقة التعبير. هذا من حيث الموضوع. ولذلك أنا أجد أنه لما سرنا مع هذا النص نجد أنه في كثير جداً أولاً من العبارات، يعني الشاعر عنده كثافة في اللغة واضحة هنا حتى استطاع أن يلم بهذا الموضوع بالشكل الذي نراه وهو فيه إبداع كثير. الأبيات يعني لو أردنا أن ننتقي منها عبارات لندلل على الشاعرية وعمق الشاعرية والتصوير فيها فقد نعجز عن الإحاطة بهذا الشيء. مثل وللخوف جرة تشتت خطوتي في الزحام من ينتشل داي وسمي عليه ولدي، يعني هذه العبارة ليس فيها تصوير كثير، هي عبارة أقرب للنثرية ولكنها في الدقة الإصابة في العمق الموضوع هي قمة في دقة الإصابة. ولذلك هنا دقة الإصابة تغني عن الصورة الشعرية أو الذهاب، هذا أسلوب شعري آخر يساوي ذلك. فهنا وأسمي عليه ولدي يعني فيه نوع من البساطة في أنه الإنسان يريد أن يفعل أي شيء أو يتخيل في خياله أي شيء ممكن يعمله لمن قد ينشله من هذا الداء. في العبارة اللي قال فيها الشاعر مثلا حالة من أطراف خدك فوق راحت يدي اللي هي وذود وراء رمشك الساهد طواها الحيام، أعجبتني كذلك الخاتمة يعني فعلا مذهلة لما قال أسرف بي الصمت وتعبني كثير الملام عادي أخاف بكرة بموتي ينتهي مولدي. هذه إحاطة في كل الموقف في الكلمة الأخيرة والعبارة الأخيرة أخاف بكرة بموتي ينتهي مولدي، تعبر عن كثير جدا من المشاعر والأحاسيس والمواقف الاجتماعية والنظرة إلى هذه القضية عند المجتمع كله. يعني الحقيقة أنها عبارة رائعة. شكرا يا عامر. الله يعطيك العافية يا دكتور، شاكر جدا يا دكتور.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. بداية ما أمداني أرحب في أول حلقة بالحضور الكريم وبالمشاهدين من كل مكان. ربشنا أخوي سعود بالسؤال عن المعيار، وأنا كنت أدور الأبيات المجارة ما كانت جاهزة قدامي. أرحبك يا عامر، هذه القصيدة من القصائد الجميلة وأشوف فيها أكثر من بعد، سواء في عمق الدلالة أو قوة التصاوير. المطلع كان بالنسبة لي يحمل مفارقة عجيبة بالجمال اللي موجود فيه، لكن وظفت كلمة حلم. يا حلم قل لي، والحلم مو بشيء واقعي ومتحقق حتى الواحد يسأله، يظل الحلم أيضا جزء من الشيء اللي ما تحقق، ولكنك في مطلع القصيدة تسأل، تطلب المشورة من هذا الحلم، وهذا شيء عجيب ومقنع في نفس الوقت من خلال التصوير الشعري اللي أنت ذكرته. البيت اللي عقبه، التصوير اللي موجود والدلالات الموجودة في شطري البيت أيضا كان فيهم من الجمال الكثير، خاصة في الشطر الثاني من نيتشلداي وسمي عليه ولدي، وتحدث بنزار عن هذا البيت، ولكني أرى أيضا أن هذا البيت لخص بشكل قوي وجميل فكرة القصيدة، في نفس الوقت ما كشف عن كل شيء وما خلانا نشعر بأن الموضوع انتهى وخلاص ويكفي، لا، محتاجين إلى أن نحن نعرف تفاصيل أكثر في هذا الموضوع. فهذا البيت على أنه لخص منذ البداية ولكن ما حرق علينا القصيدة. أنا أنتقل من هذا البيت إلى الخاتمة، أسرف بي الصمت وتعبني كثير الملام، خاف بكره بموتي ينتهي مولدي. يعني الجمال اللي موجود في أيضا الخاتمة واللي لخصت الموقف اللي صور الوضع مع مختلف الأطراف، أسرف بي الصمت هذا يخصك أنت، وتعبني كثير الملام يخص الآخرين أيضا، وأخاف بكره بموتي ينتهي مولدي، هذا ينظر أو يتكلم عن المستقبل أيضا وامتداد الذات والوجود للشاعر أو صاحب القضية. فأيضا هذا البيت في الخاتمة يحمل كثير من الإتقان والإبداع منك. القصيدة في رأيي أنها تحمل من عوامل النجاح الأشياء كثيرة، يعني أشياء كثيرة في النجاح، منها فرادة الموضوع، منها متانة البناء، منها قوة التصاوير. أبدعت يا عامر. تسلم يا دكتور، هذا فخر يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد، وخلونا نمسي على جمهورنا الراقي في المسرح، حياهم الله، مرحبا. جمهور الجميل المتفاعل للأمانة معانا ومتابعينا في كل مكان. عامر، طبعا هذا النص استثنائي، تكلموا الدكاترة بما فيه الكفاية عن الجماليات اللي فيه. عامر أنت مختلف، خلني أقول باختصار تغرد خارج السرب. تسلم يا أبو خالد. بهذا النص غالية. للأمانة أنا قريت القصائد وجدت أنه عامر حضر حضور الأبطال في هذا النص، وإن كانت القصة لا تعنيك، ولكن هنا الإبداع، أن يأتي شاعر بتجربة صديق أو أخ أو معاناته ويجسدها في هذا النص الجميل. شعريا طبعا حضورك، تفاعلك مع القصيدة في القاء وبالأداء جاء مختلف تماما. أنت تعيش وتحس تقول أبياتك في إحساس عالي جدا، وهذا هو الشعر فعلا. يعني خلني أتوجه وسلط الضوء على بيتين، واحد منهم جاءت فيه حبكة الشاعر المحترف، سميته المجد والحظوة وروح الكلام، والشطر الثاني النداء، ايش قاعد ينادي الولد اللي يتمنى ويترجى، ينادي في الوجد، وناديته الوجد والجذوة وجرح جسدي. جاء تجانس جميل بين الصدر والعجز في هذا البيت، خدم فكرة النص إلى أبعد حد. أيضا وسيل من العين جمرة لوعتي وسهدي، استبدال الدمعة بالجمرة جاءت معبرة عن معاناة هذا الشخص اللي يعاني من الفقد. ومن باب التخصص عامر، سمي بخالد، وذود ورا رمشك الساهد، طواها الحيام، طواها الحيام، حالت من أطراف خدك فوق راحة يدي. طبعا هني التصوير الشعري، الذود طبعا ورا رمشك الساهد طواها الحيام، الظما حالت شدت انتقلت من مكان إلى مكان، من أطراف خدك فوق راحة يدي. جميلة جدا هذه الصورة، ما سبقك عليها أحد، العامر ما هي الغيرة،
وطبعا هذه من بيئتك. تستاهل والله، انا ودي اصفق له مره ثانيه. والله شهاده غاليه يا ابو خالد، الله يرضى قدرك. عامر اليوم انت متميز للامانه لابعد حد. النص اشوف ميثا مستعجله. لا انا سعيده يعني بهذا المدح حق عامر. شكرا شكرا. الله يوفقك. كل الشكر لكم اساتذتنا. تسلم يا ابو خالد. لا انت تفضل يا ميثا. وكل وفالك التوفيق يا عامر. اكيد ثاني نجوم الليله في متاهه ارضاء متذوقي الشعر، تحدى نفسه وتفرد واستمر عبر بوابه شاعر المليون. من السعوديه عبد السلام رفيع السلمي. بدأت الكتابة الفعلية منذ التطور الإعلامي التقني، بداية بالمنتديات إلى برامج التواصل الاجتماعي. كثرت أساليب الشعر مع التباين الملحوظ بين متذوقي الشعر كانت مشكلة بالنسبة لي. حاولت أن أجمع وأوفق بين الأساليب الشعرية الأكثر رغبة لمتذوق الشعر مع تواجد أساسيات الشعر وأركانه وجمالياته. الثقة موجودة، ولكن من عززها بشكل كبير لجنة شاعر المليون وإعجابها بما أقدم. من هنا بدأت النقلة النوعية للثقة، وهي التي أوصلتني لهذه المراحل المتقدمة. وانت برأيك هل على الشاعر أن يرضي ذاته أو يرضي الجمهور؟ أبو ظبي أبو ظبي، كل عام تزيد حسن وألق، وترف طول الليالي راية أمجادها، والله ورب الزمر والواقعة والفلقهيم في حبها، كني من أحفادها في ظل أبو خالد اللي سيف عزمه ذا القصر مرقاب العداوي ترب عنادها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسي على أعضاء اللجنة الكرام أساتذتي واللجنة الاستشارية، وأرحب بجميع الحضور من أبناء عمومتي وربعي وجمهور الشعر بشكل عام، كما أرحب بسعادة اللواء خلف بن زحرة الطويربي. بسم الله، صلوا على النبي. ريح الفزع، ريح الفزع تطرق دراف الصدر في الليل العتيم، واصحى على سقم الجزع وفز من جنح المنام، ويردد لسان العتاب العاقل النفس خصيم، خسران شخص ما جلد ذاته على باب الملام. الرشد مشكاة العقل، والغي مقبرة النعيم، والصمت يوقد جذوة التأنيب ويفوح الكلام. إلى متى تبحر بي اللذات والمرسى بهيم، وإلى متى تدفعني الغفلة بمجداف الهيام؟ إلى متى تبحر بي اللذات والمرسى بهيم، وإلى متى تدفعني الغفلة بمجداف الهيام؟ يا ضفة السلوان لو الروح في بحرك تهيم، ما شيبت رؤوس العبر لو شابت رموش الغرام، أفر من طغيان نزواتي فراره للرقيم، ولوذ في كهف الإنابة خوف وانعم بالسلام. ما بين سجادة صلاة وسترة الذنب الوخيم يطيح دمع ويرتفع وجدان ويعز المقام. محال يجني من عذوق الجد في وقت الصريم، من وسد الهمة وهامتها على ريش النعام. محال يجني من عذوق الجد في وقت الصريم، من وسد الهمة وهامتها على ريش النعام. أدرهم ركاب الرجا واثق ولو ياسي نديم، ما عقل الهقوة ولا برك مغاتير المرام، أدفن مشاهيب التمادي
في ثرى العمر القديم، واخلق من الظلم ضياء، واصنع الغايات الجام، واخشى من الزلة وخاصمها مخاصمت الغريم، قلب بلا خشية لو إن حي جدرانه احطام، دمع الندامة فالضمير أحر من دمع اليتيم، وحر منها كلها دمعة شعور الانهزام. سلامتك. شكرا يا عبد السلام على هذه القصيدة اللي تذكرني في جزء من فكرتها بقصائد التوبة. كتب وايد في الأدب العربي في التوبة، ولكن القصيدة أجدها أنها ليست بمواضيع قصائد التوبة. أيضا تذكرني بقصائد التصوف، ولكني أيضا لا أراها تحمل قصائد التصوف بشكل كامل. القصيدة رغم ذلك معنونة بصحوة الضمير، وصحوة الضمير عنوان وضعني أنا شخصيا، وضعني في إشكالية في التعامل مع التصاوير اللي موجودة في القصيدة والألفاظ اللي موجودة في القصيدة. أتحدث هنا من جانب الموضوع، عما من جانب الشعر أجد أن القصيدة فيها من التصاوير الشعرية ما يجعلنا نقف أمام براعة التصوير وقوة الخيال عندك. المطلع على سبيل المثال: ريح الفزع تطرق دراف الصدر في الليل العتيم، واصحى على سقم الجزع وفز من جنح المنام. جميل جدا هذا التصوير عندك، وكذلك في باقي أبيات القصيدة. ولكن بالعمل على التمييز بين، أو عندما نقيس هذه القصيدة بميزان التصاوير الشعرية وقوة التصاوير اللي فيها، وأيضا تلائمها مع الموضوع، تساءلت وأنا أقرأ بعض العبارات: خسران شخص ما جلد ذاته على باب الملام. هل الإنسان أو الشاعر في حاجة إلى جلد الذات لكي يصحى ضميره؟ ربما تكون هذه القصيدة في رأيي أقرب إلى جلد الذات، والصمت يوجد جذوة التأنيب أيضا، التأنيب فيها هذا الجلد للذات. لكني لا أجد في هذه القصيدة مثلا مخاطبة للخالق عز وجل، مناجاة له. نعم هناك في بعض الإشارات المرتبطة بالعودة إلى الخالق من خلال الصلاة، ما بين سجادة الصلاة وسترة ذنب الوخيم، يطيح دمع ويرتفع وجدان ويعز المقام، لكني لا أجد مناجاة للخالق. طبعا أنت ليس مطلوبا منك أنك تناجي الخالق لكي تبني هذا النصف الأخير، أنت تضع هذه القصيدة في ميزان رؤيتك لها. تقول: محال يجري من عذوق الجد في وقت الصريم، من وسد الهمة وهامتها على ريش النعام. تحدثني عن عذوق الجد وأيضا الهمة، وأما ريش النعام فيحمل من دلالات الراحة والنعيم، والجد والهمة تحمل من دلالات العمل. ما أعرف هل تشوف أن هذا البيت له علاقة بجلد الذات، بصحوة الضمير مثلا؟ أنا شخصيا أرى أن ربما له علاقة بالرخاء والكسل. تفضل، أبغى أسمع رأيك. الجد يا أبو علي، الجد في العبادة، هنا القصيدة ذاتية، وأنا أتكلم عن الجد في العبادة، أنك أقبل إلى الله بجد، لا يعني لا تسترخي في العودة إلى الله وتهزمك اللذات، فأقبل بجد. مناجاة الله. نعم نعم. واصنع، تقول واخلق من الظلمة ضياء، واصنع الغايات لجام. أيضا تساءلت: هل الإنسان يلجم غاياته أم يلجم نزواته؟ مثلا يلجم نفسه، يلجم اندفاعه. الغايات غالبا الواحد ما لأن هذه يسعى لها يحقق شيء، لا ما يلجمها. ما أعرف شو تفسيره. اللجام هنا اللي هو يوجه الخيل يمين ويسار أو أمام، وأنا هنا يعني أتحدث كأنني أقول أوجه غايتي في المكان الطيب. تصنع الغايات لجام، جيد. يعني أنا أظل أتساءل أن يمكن ربما نحن في حاجة أكثر إلى التفريق بين جلد الذات، بين توبة، بين صحوة الضمير، بين مناجاة الخالق. لأن أرجع أقول أن صحوة الضمير واحد يصحى ضميره على خطأ ارتكبه مثلا، على شيء يعني شعر بعد فترة، بعطيك فرصة ترد طبعا تقول. أما التوبة بنقول على المعاصي، على كثرة انغماسه في الملذات، هذه واحد بيقول إنه يتوب.
أما صحوة الضمير ما أشوفها تلائم كثيراً الانغماس في الملذات أو التقصير في هذا الجانب. تفضل دابة علي. بالنسبة لجلد الذات يا دكتور. نعم. وأنت يا دكتور وإحنا تتلمذنا، أنا بالنسبة تتلمذ تحت يدينكم. الله يحفظكم وجميلكم على رأسي. لكن بالنسبة لجلد الذات هو أول الخطوات للعودة إلى التوبة والعودة إلى الله. جلد الذات، فإذا ما جلت ذاتك فلن تتوب إلى الله. جميل، شكراً شكراً يا شاعرنا عبد السلام، الله يحفظك. عبد السلام أبدعت. الله يسلمك. أبدعت أبدعت فعلاً، النص في نضوج شعري. وطبعاً عبد السلام خبرة كبيرة في هذا المجال. طبعاً اختيارك للطرق هذا على الحدة، الحدة أعتقد أنه مناسب إلى مثل هذا الموضوع. كذلك لفت انتباهي تجانس القافية بين الصدر والعجز بحرفة شاعر، يعني الله يحفظك، شكرا لك. لحلف زع تطرق براف الصدر في الليل العتيم، واصحى على سقم الجزع وفز من جنح الظلام المنام عفوا. طبعا أيضا الحضور الذهني للشاعر في هذا النص ملفت الانتباه وأعجبني للأمانة. الدليل البيت لما قلت واخلق من الظلمة ضياء، طبعا انت فزيت هني، ريح الفزع تطرق إدراف الصدر في الليل العتيم، طبعا قد يكون حلم، قد يكون منام، قد يكون صحوة الضمير. طبعا النص هذا يصنف ذاتي وجداني، أيضا فيه فعلا مثل ما ذكرت من جلد الذات في معظم أبيات هذا النص، وفيه من الورع. أنا سلطان يسأل ما يقول ما ناجي الله سبحانه وتعالى في هذا النص، توقعت أن يسألك يعني، بالرغم أنها قد تكون صحوة الضمير مثل ما سميت هذا النص، إلا أنك ما تطرقت لهذا الشيء في 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 أبيات القصيدة، وقد يكون مفتعل ومتعمد. طبعا أعجبني البيت اللي قلت الرشد مشكات العقل، مسميات جميلة جدا، والغي مقبرة النعيم، والصمت أيضا كيف يوقد الصمت، يعني هو صمت بالنهاية صح ولا لا، ولكن عندما يوقد الصمت جذوة التأنيب ويفوح الكلام، صورة شعرية جميلة جدا يا عبد السلام. فلما أقول أبدعت أنا فعلا، شكرا أبو خالد. إلى متى تدفعني الغفلة بمجداف الهيام، صورة جميلة. لمتى تبحر بي اللذات والمرسى بهيم، أدفن مشاهب التمادي وخلق من محال يجني من عثوق اللي وقفك عنده أبو علي. طبعا قد يكون يعني خارج، لكن عبد السلام فعلا من جلد الذات أيضا الجد والمثابرة في هذه الحياة. عجبتني أيضا ردودك، الله يحفظك. شاعر لما يكتب بإدراك ويعرف ماذا يكتب، فكانت ردودك حاضرة. شكرا شكرا. استاهل استاهل عبد السلام، والله شاعر جميل جدا. شكراً. وعجبني النص للغاية. تفضل أبو نزار. تفضلت عبد السلام، فعلا النص جميل لا شك، وموضوعه يعني قد يكون عن تجربة أو عن تصور، ولكنه فعلا موضوع ناضج بكتلته كلها من أوله إلى آخره. وسأذهب إلى بعض ما أعجبني في هذا النص. أول شيء اللي أعجبني فيه أنه كثرة المفردات الموجودة عند الشاعر للتعبير عن الحالة التي يعالجها، يعني مثلا مسألة جلد الذات. يعني عندك أولا العتاب، بعدين جلد الذات، وبعدين الملام، بعدين التأنيب، وبعدين في النهاية أجت كلمة الندامة. كل هذه الأشياء اللي ذكرتها الكلمات هي ليست مترادفة، ولكنها في موضع واحد متجاورة للتعبير عن الحالة التي شخصها الشاعر. عجبني كذلك أنه في ذهابه للتصوير، أنه عمل التصوير كأنه في وحدات في مخيال الصورة، المخيال وهو الذي تستمد منه الصورة، يعني إلى متى تبحر بي اللذات والمرسى بهيم. يعني هنا جاءنا تبحر المرسى بمجداف، ضفة السلوان، بحرك تهيم، كل هذه الكلمات برضو بحرية جاءت متجمعة في مكان واحد، كأنه الشاعر أخذ من هنا مخيال. عاد ما عندهم بحر ولا يعرجون في البحر، مقل مش ضروري يكون شايفه يعني البحر. على كل حال محبين البر يا أبو خالد. كذلك نائب البحر. من تقنية الشاعر في هذه القصيدة إنه لما إنه وصف هذه الحالة اللي هو موجود فيها، اللي هي إحنا ممكن نقول إنه ذهب إلى ما على النفس اللوامة أن تقوم به في مواجهة هذه الحالة. الآن ماذا فعل الشاعر؟ نجد إنه عبر عما ذهب إليه من أفعال للتخلص من هذه الشاعر من هذه الحالة في 11 فعل متوالية، وهذا شيء جميل جدا. أفر من الطغيان، ألوذ في كهف،
بعدين أدرهم ركاب الرجاء، ما أعقل ولا أبرك، أدفن مشاهيب وأخلق من الظلمة وأصنع لغاياتي وأخشى من الزلة. كل هذه الأفعال تراتبت واحد وراء أولى والآخر حتى أن الشاعر يصل إلى مبتغاه في التوبة من هذا العمل الذي قد يراه أنه يجب أن يصحو ضميره ليتخلص منه. لما قلت لا أنت في إجابتك أنه اللجام، أنا أعرف أنه اللجام هو الذي يكبح الفرس وليس الذي يوجهه، الذي يوجهه هو الرسن وليس اللجام. شكرا يا عبد السلام. شكرا يا دكتور. شكرا، يعطيكم العافية لجنتنا الكريمة، وبالتوفيق إن شاء الله يا عبد السلام. شكرا. تفاعل جميل عبر حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأمسيتنا مستمرة في احتضان المتعة والإثارة، وأكيد ألق مختلف مع لوحة العرضة، لكن بعد الفاصل جايينكم. سحاب على الظفرة نشر مده، يبرق البرق والرعاد بركونه، ما تجرى عدوه يقتل بحده، وان تجرى عواله ذيب بينونه. يا سحاب على الظفرة نشر مده، يبرق البرق والرعاد بركونه، السلاطين والحكام من دونه، كوكب الأرض يا أهل الأرض ما سدد أحمى النجم والمريخ من دونه. شيخنا شيخنا محمد now.
جره عدوه يقتل بحده وانت جره عواله لي بينونه وانت جره عواله لي بينونه. يا سحاب على الظفره من كلمات الشاعر عبد الرحمن الشمري والحان وسيم فارس وغناء كورال الوطن ومن أداء فرقة أبو ظبي للفنون الشعبية بقيادة مبارك العتيبة، وكل الشكر والتقدير لهم، مشكورين وما قصرتوا. ثالث نجوم الليلة من متاهات الخوف والحيرة تحدى الحواجز ورسم لشعره خط مختلف وهوية متألقة من السعودية فيصل جز الحربي. أنا شاعر واجه تحديات كثيرة في حياته، كنت أتمرجح بين شغفي للعلوم ومحبتي للشعر، لكن الشعر خذ مني نصيب الأسد. دائماً البدايات في نشر النصوص الشعرية بتكون صعبة وكثيرة الحواجز، منها الخوف من ردود الأفعال وقلة الخبرة، لكن الطموح هو الدافع الكبير لتجاوز كل الحواجز. وبعد ما تشكلت هويتي الشعرية وأسلوبي الخاص فيني، قررت أشارك في شاعر المليون اللي يعتبره أكبر وأجمل بوابة يحقق منها الشاعر النجومية. وأنت، هل ممكن تسمح لأي شيء ياخذك من موهبتك اللي تحبها؟ يا مرحبا بالحضور اللي تعنوا من قريب وبعيد، لمحمد وفيصلين وناصر وعامر وعبد السلام، الليلة أسعد ليالينا معاكم وابشروا بالقصيد، الليلة أسعد ليالينا معاكم وابشروا بالقصيد، من أول لمسية والطيب فايح لين مسك الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم أعضاء اللجنة، أعضاء اللجنة الاستشارية، حضورنا الكرام، مشاهدينا من كل مكان. يمر النور فيك ولا يظل بظل يا شفاف ولا لك لون، كيف تلون الأرض وفيها فيها وحبات الرمال اللي تفرق بالجفاف، جحاف تلملم شملها والريح ما ترحل بسافيها، لك أوراق النبات كفوف تتحراك باستعطاف، تجي للأرض غيث ولا تميز من سكن فيها، لك أوراق النبات كفوف تتحرك باستعطاف، تجي للأرض غيث ولا تميز من سكن فيها، قراحك يروي الظبي وزلالك منوة الصفصاف، حضارات الأمم قامت على جالك مبانيها، هديرك للسواحل شوق ومواجك تصير الحاف، كأن رمالها عذرة لو تفرع تغطيها، وياما خانة الريح أشراع وصافحك مجداف، وتاخذه بيده وترجع الغياب راضيها، وحولك بول الكنة قطين البدو يا مضياف، وجودك في عدودك لبسك تاج بسوانيها، تمر الراس يا ثوب الطهارة وتغسل الأطراف وتتساقط ذنوب الناس في مجرى مواضيها، تمر الراس يا ثوب الطهارة وتغسل الأطراف وتتساقط ذنوب الناس في مجرى مواضيها، زبيدة خلدت بك ذكرها يا سيد الأوقاف، شرت فيك آخرتها وكسبت مرضات باريها،
عسى ما يلحقك في الحل قل ولا يجيك إسراف، ومن هاجر تجي زمزم على كبده وتسقيها. سلامتكم. أنت سالم يا فيصل، الله عليك. الله يسلمك فيصل، صح الله لسانك. صح بدنك، أنت مثل الماي، الله يطول عمرك، روحك شفافة يمر النور فيك ولا يظل بظل، يا شفاف ما طلع جميل. أنا اللي الملفت للانتباه موضوع النص الماء، يعني هي كلمة واحدة الماء، لكن في كل هالحياة اللي ذكرتها في هذه الأبيات فعلا، ويمكن أول شاعر يكتب عن الماء. الله يطول عمرك، شهادة هذه. يعني والله ما قريت قصيدة قبل عن الماء، وجاءت بهالجمال هذا، يعني أشبعته وعطيته حقه مثل ما يقولون. النص طبعا الصورة الشعرية حاضرة، ويا ما خانت الريح الشراع وصافحك المجداف وتأخذه بيده وترجع الغياب راضيها، جميل. وحبات الرمل اللي تفرق بالجفاف، إجحاف تلملم شملة والريح ما ترحل بسافيها، صور شعرية حاضرة. مثل ما قلت لك الإبداع فيصل، والتمكن أن الشاعر من الماء، من هذه الأشياء البسيطة جدا اللي حوله يصنع هذا النص المدهش. الله يطول عمرك، عجبني للغاية. مسماك للماء يا سيد الأوقاف، حلو جميل جدا، اسقاط تاريخي، زبيدة خلدت بك ذكرى يا سيد الأوقاف، جميل. تمر الرأس يا ثوب الطهارة وتغسل الأطراف، الوضوء أيضا دورة في الوضوء، حولك بول الكنة قطين البدو يا مضياف، رجعتنا سنين ماضية جميلة، وجودك في عدودك لبسك تاج بسوانيها، جميل والله فيصل أنك صنعت. الله يطول عمرك، ما نقايل من الله شيء، الماء بالعكس، الماء هو الحياة بالنسبة لنا. لكن يعني شيء مرة نشربه كل يوم نشوفه، ما حد فكر أنه يعطيه حقه وينصف الماء مثلك يا فيصل. شهادة وسام، الله يطول عمرك يا أبو خالد، أبدعت. الله يطول عمرك، الله يوفقك يا فيصل. الله يجزاك، تفضل أبو خالد. طبعا الموضوع بالفعل يعني لأنه ليس تجربة وليس موقف فيه كثير مشاعر، فالذهاب إليه فعلا نوع من المجازفة في إخراج قصيدة بهذا الشكل وقد أتقنها الشاعر. الحقيقة المجازفة اللي أقول عنها أنا أنه كما نرى في هذه القصيدة الشاعر تردد ما بين الحقيقة والتصوير الخيالي، لأن الشعر تصوير خيالي والحقيقة نثرية ليست شعرية، يعني يذهب الشاعر إلى الخيال الشعري، فعلا في فن شعري جيد عند الشاعر، ومع ذلك شفت لنا بعض الكلمات العبارات النثرية، تلملم شملها والريح ما ترحل بسافيها، حضارات الأمم قامت على جارك مبانيها، تتساقط ذنوب الناس في مجرى مواضيها، كل هذه عبارات أقرب للنثر منها إلى الشعر، لكن هنالك كثير جدا من العبارات الشعرية، وجودك في عدودك لبسك تاج بسوانيها، لخيال جميل فيها إلى آخره. في أنا أذهب الآن إلى التنصيص اللي جاء به الشاعر مع زبيدة التي صنعت هذه القناة في سنة 1194 في العصر العباسي الأول، عصر هارون الرشيد، عندما جاء رأت كم الناس كانوا في ضيق من عدم وجود الماء في المناسك، ولذلك أجرت لهم هذه القناة التي دفعت فيها أثمان غريبة جدا يعجز عليها الناس في هذا الوقت الحالي على كثرتها. كذلك الذهاب إلى هاجر وما زمزم في هذا نوع من الذهاب إلى مصادر هذا الماء ومعالم الماء في البيئة التي يعيش فيها، فهو ذهب إلى خصائص الماء وتجلياته في حياتنا. الحقيقة أنه القصيدة استطاع الشاعر أن يتقنها، وأشكرك يا فيصل. شكراً يا دكتور. شكراً يا فيصل. الشاعر المتمكن فعلاً يستطيع الكتابة على أي موضوع يطلب منه، أو هو يبحث عن موضوع بإمكانه أن يتفوق في مثل هذه القصائد اللي أحياناً إذا ما كانت تنتمي إلى تجربة شخصية سيلجأ إلى الوصف بشكل كبير، مثل ما وجدت في هذا الموضوع اللي بالنسبة لي موضوعها عجيب، الموضوع نادر قلما كتب فيه، رغم أن الشعر العربي القديم وردت فيه بعض القصائد في وصف الأنهار أو وصف القنوات المائية ووصف البحار، لكن الوصف بهذه الفلسفة الشعرية لأول مرة
تمر به الشعر النبطي، وهنا لا تتحدث عن قضية، تتحدث عن فلسفة حياتية ربما فيها جانب معرفي، ولذلك كان لابد من أنك تلجأ إلى توظيف يعني مواضيع أو معلومات لها علاقة بالماء تاريخياً، ثقافياً، إحيائياً. أيضاً فكرت وأنا أقرأ هذه القصيدة، أقول هذه القصائد ما تترك تأثير في النفس بقدر ما هي تحمل هذا الجانب المرتبط بالمعرفة، بالمتعة، بالاستمتاع بالتصاوير الشعرية، لأنها مثل ما قلنا أنها لا تحمل قضية ولكن تحمل فلسفة ورؤية شعرية بالمقام الأول. التصاوير الشعرية اللي موجودة في القصيدة كثيرة جدا، من أول بيت يمر النور فيك ولا يظل بظل يا شفاف، ولا يظل بظل يا شفاف ولا لك لون، كيف تلون الأرض وفيها فيها، هذه المفارقة أيضا في الدلالة أيضا كانت جميلة مميزة. هديرك للسواحل شوق وموادك تصير الحاف، تصوير جميل طبعا، ولكن هل تشوف أن كلمة مفردة هدير تتلائم مع الشوق؟ بالعادة الهدير فيها خاصة هدير البحر، الصوت هذا يدل على القوة، على الهيجان أحيانا. هل تشوف أن، أنا شخصيا ما وجدت أن في تلاؤم بين المفردة الهدير، ربما كنت في حاجة، أو ممكن تشوف توظف مفردة ثانية أكثر منها. أيضا كنت أتمنى لو أنك أعدت النظر في ترتيب أبيات القصيدة في بعض جوانبها، يعني تحدثت في البداية عن حبات الرمل وأوراق النبات وقراحك يروي الظبي، كل هذه مرتبطة بالبادية والصحراء، بعدين رحت البحر هديرك للسواحل ويا ما خانت الريح الشراع، وبعدين رجعت إلى تقول وحولك بول كنا قطين البدو يا مضياف. فكنت أتمنى لو أنك هذا البيت جدمته بدل ما تأخره عقب البحر. أيضا تسألت ليش خدت البحر من جانب واحد، يعني البحر معروف أنه غدار، هذا من الأوصاف المعروفة، فأيضا بقدر ما هو البحر تحدثت عنه هني، وصف الموج، ويا بس يوم قلت ويا ما خانت الريح الشراع صابحك مجداف، لكن يوم هيج البحر لا المجداف ينفع ولا نقدر نتكلم هني عن أن الماء مسالم، بالعكس هني في وجه آخر. طبعا أنت حر في أنك تنظر للماء من زاويتك، ولكن هذه مجرد أيضا تساؤلات الواحد ممكن يتحدث عنها في هذا الجانب. القصيدة في عمومها جميلة وأبدعت فيها، شكرا لك يا فيصل. كل الشكر لكم لأجرتنا الكريمة وفالك التوفيق يا فيصل جزاء. رابع نجوم الليلة من متاهات التردد سقى دروبة ثقة وعلم وتجارب حتى أثمرت بساتينة شعر وإبداع، من الكويت فيصل عبيريد العازمي. التخاوف كان من عدم النضوج الكامل في كتابتي للشعر، وأسعى جاهداً أن يكون لي أسلوبي الخاص. دائماً أشعر أن لدي الأفضل، ونميت الموهبة بالقراءة والبحث عن تجارب الآخرين وعلى سبيل الحصول بما يرضي ذائقتي. ترددت كثيراً بالمشاركة في شعر مليون، حتى غررت المشاركة في اليوم الأخير وتم قبولي وازدادت ثقتي بنصوصي، وأنا الآن واثق تمام الثقة فيما أقدمه، وسقف الطموح عالي وخطوتي إلى البيرق إن شاء الله. وأنت شلون تتغلب على خوفك وتثق في موهبتك الشعرية تمام الثقة؟ بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم. الحلم، الحلم واقع،
بعاصمة لدى أبوظبي اللي طموحاتنا ضمن اهتماماتها في ظل أبو خالد الشهم الكريم الأبي رقاك بين الكواكب في مجراتها وأنا مهمة حضوري مسقة منكبي مرهي وربي العوازم عند هقواتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله على بركة الله. غيظي غيظي النجم تهادي بالليال القمرة عني الريح على متن السحاب انساقي من بعد قيظ المكاتيب وسراب الذكرى من بعد قيظ المكاتيب وسراب الذكرى انهلي من وحي حرفي وارتمي بوراقي لين ما لبسك في معصمك أساور كسرى واظفرك في البال درة واحفظك بعماقي أنصرك وحرر قيودك وفك الأسرى تنتشيك وتعزفك لحن بمقام أشواقي. أنصرك وحرر قيودك وفك الأسرى تنتشيك وتعزفك لحن بمقام أشواقي أنثرك بجروح كل العاشقين وتبرى واجمعك لكحلة كف السهاد احداقي سحرك ينطق جمادات وحديثك بشرى وعطرك بثوب التفاصيل القديمة باقي زمزمي في ظل عبر كان الحنين استشرى الغلم دلو المحابر والخيال الساقي. سحرك ينطق جمادات وحديثك بشرى وعطرك بثوب التفاصيل القديمة باقي زمزمي في ظل عبر كان الحنين استشرى القلم دلو المحابر والخيال الساقي أغدق الماء وانشر الوان الزهر بالصحراء يتبعك مزني ويكشف غرتك براقي والتغنى من قوى فيك الرياض الخضراء وينسجم وزنك وترتع في هواك نياقي أسبر غوارك وسافر بك علية مجرى أحكمك وأحكم وثاقك في يدين وثاقي أكتب اسم النورك اللي يستفز الغدرة وتشرق حروفك علي مترامية بافاقي في مفازاتك الراحلتي طريق في مفازاتك الراحلتي يطيب المسرى وفي سماواتك الشمسي موعد لشراقي. سلامتك. شكراً يا فيصل. عفو دكتور. القصيدة جميلة ولو كنت مكانك لأعطيتها من حضوري وإلقائي أكثر من هذا. إلقائك كان لغوي أكثر منه إلقاء شعري. والقصيدة فيها كثير جداً من الجمال يستحق أنه أنت ترفعها. القصيدة الحقيقة لا أريد أن أذهب فيها إلى مجالات التصوير الفني لأنه هي مليانة وسأذهب إلى اتجاه آخر. الحقيقة الاتجاه الآخر هو تقنية صنع القصيدة. الحقيقة هذا شيء بارز وملفت للنظر في هذه القصيدة بالنسبة لي أنا. يعني أنا وجدت أنه الشاعر يجد أنه القصيدة وخاصة القصيدة الغزلية التي أتحدث عنها هنا كما فهمت قصيدة حية يعني معناها كائن حي يستحق أنه يفعل ويؤمر هكذا. ولذلك وجدنا الشاعر أول ما ابتدأ بأفعال أمر إلى القصيدة غيظي تهادي عني انساقي انهلي وارتمي بأوراقي هذه الأفعال كلها فعل أمر لتفعلها القصيدة. بعد ذلك ذهب إلى أسلوب ثاني اللي هو الفعل المسند إلى أنا والمخاطب القصيدة يعني أنه هو سيفعل لها ألبسك أحفظك أظفرك أنصرك أحرر وفك أنثرك واجمعك كل هذه الأفعال سوف يفعلها الشاعر من أجل أن تكون القصيدة على هذا المستوى. بعد ذلك وجدنا أنه يذهب في الاستمرار على كيفية صياغة لهذه القصيدة أغدك وانشر وتغنى وأسبر وأحكمك وأحكم أكتبس إلى آخره. هذه الأفعال القصيدة الفعلية هذه وكأنه هو يجد في هذه القصيدة من يفعل حي يفعل وهو كذلك يأمر هذا الحي فيفعل
ويشرح لنا كل هذه الأشياء التي يصنعها في القصيدة لتصبح مشرقة. أعتقد أنه في هذه الصنعة، لا أقصد الصنعة بمعنى التكلف، وإنما حرفة شاعر متمكن. شكراً يا فيصل. شكراً دكتور. شكراً دكتور. شكراً يا فيصل. هذه القصيدة الجميلة، أول ما أطربني فيها هو إيقاعها ووزنها. ففي هذا البحر الشعري كنت كمن يتهادى مع الموج، وأنا أتلذذ بقراءتها واستمتع بالتصاوير الشعرية الجميلة اللي موجودة فيها. هذه القصيدة أيضاً أنيقة في لغتها، تحمل لغة راقية وفيها تصاوير شعرية أيضاً جميلة وراقية، وموضوعها، فكرة موضوعها لا سماء له. يعني أنت كان بإمكانك تكتب 40-50 بيت تمتد في هذا الوصف، لأنها مفتوحة هذه القصيدة في آفاقها. أنت كنت كمن تريد أن تتحرر وتحرر هذه القصيدة، لا تريد أن تحصرها في سماء واحدة. لذلك نجد أن المفردات اللي موجودة في القصيدة والصور ضجت بهذه الدلالات التي تشير إلى هذا التحرر، إلى نثر الأشياء، إلى تفريقها، امتدادها، شساعتها، المساحات الواسعة على متن السحاب انساقي. يوم تقول أنصرك وحرر قيودك وفك الأسرة، أنثرك بجروح كل العاشقين. يوم تقول أنشر ألوان الزهر، أتغنى من قوافيك الرياض، أسافر بك علي. هذه الفضاءات الممتدة عندك في القصيدة خلقت هذا الامتداد للقصيدة، رغم أن جاءت في 12 بيت تقريبا، ولكن أنا بالنسبة لي لم أجد أني شبعت من الوصف الجميل هذا اللي أنت قلته. أيضا وجدت أنك في حاجة، كنت في حاجة إلى الأنسنة في هذه القصيدة بشكل كبير، لأنك أنت هنا جالس تخاطب هذه القصيدة وتخاطب حتى المحبوبة ربما التي هي تتجسد فيها القصيدة أو في الطرف الآخر. فالأنسنة كان أسلوب واضح عندك في عدد غير قليل من أبيات القصيدة. هذه القصيدة كتبت بحرفة شاعر يا فيصل، كل الشكر لك. شكراً دكتور أبو عزيز. فيصل قواك الله يا فيصل. الله يقويك أبو خالد. يعني خلني أتكلم عن الإلقاء، الهدوء اللي أنت حضرت فيه، أنا من وجهة نظري أشوفه مناسب لهذا النص، يعني لكل مقام. طبعاً لكل مقال مقام. أنت فيصل هدوءك جاء مناسب لموضوع القصيدة، استاهل فيصل تسويق. فيصل، أنا قلت هالفيصل وكررها الفيصل الثاني، أن الشعراء يصنعون ما يشاءون من أبسط الأشياء. فيصل جزء جانا بالماي ويعني أعطى وأشبعنا شعر، وأنت حضرت في القصيدة، تتكلم عن القصيدة صحيح؟ نعم. وأشبعتنا شعر، طبعاً الدكاترة حللوا القصيدة بما فيه الكفاية والجماليات اللي في القصيدة. استاهل فيصل. بيت القصيدة بالنسبة لي زمزمي فيض العبر، كان الحنين استشرى القلم، دلو المحابر والخيال الساقي. والخيال الساقي بيت من أروع الأبيات. كل القصيدة شعر، حاضر الشعر من المطلع إلى أن ختمت بهذا النص الجميل الاستثنائي يا فيصل. شكرا أبو خالد. العفو يا حبيبي. شكرا لجنة التحكيم، وبالتوفيق إن شاء الله يا فيصل. رحلة الليلة مستمرة ومتاهات النجوم بين نوافذ الأمل والتحدي، ونحن مستمتعين بقصايدهم، قصصهم، وأكيد طموحاتهم اللي تلهم جماهير الشعر في كل مكان. مشاركات خامس وسادس النجوم بعد الفاصل، لا تصيرون بعيد، تريونا. مشاهدينا ومتابعينا، وتحية لكل من انضم لمتابعة ثاني أمسيات المرحلة الثالثة مباشرة على الهواء عبر قناتي أبوظبي وبينونة.
خامس نجوم الليلة تنقل بين متاهات النقد والتحدي، تقبل وواجه لين نجح في تعميق تجربته الشعرية. من السعودية محمد آل المداوي الوادعي. في بداية كتابتي للشعر كنت أكتب أي شيء بدون معرفة وإلمام بالقواعد الكتابية والأوزان الشعرية كما هي بداية أي شاعر. كنت أعرض نفسي على أخوي اللي وجهني وعلمني عن قواعد كتابة الشعر ونبهني على طريقة الوزن الشعري وطريقة الكتابة على البحور والقوافي المختلفة. على مدى سنوات وقف أخوي بجانبي، كتبت بهالسنوات العديد من القصائد، كنت أشعر بشعور الانتصار عند الانتهاء من كتابة أي قصيدة. ولكن أنصدم لما أخوي يخبرني عن الأخطاء في الوزن والقافية، ولكني كنت مطلع جيد وأمتلك الدافعية للوصول إلى التمكن الشعري والإلمام بالأدوات الشعرية المميزة. 18 عام من ممارسة الكتابة والاطلاع، كتبت الكثير من القصائد وقرأت الكثير، وبعد أقدر أقول أني وصلت للنضوج الشعري اللي أنا أحتاجه. وأنت بالنسبة لك متى تصل الموهبة الشعرية للنضوج الشعري الكامل؟ يا ابو ظبي، ضيفك بديرتك ما هو غريب، انا سعودي وبرضك صرت راعي محل، ذا قلب زايد وقلبه للطراقي رحيب، حتى بعد موتته قلبه بقى ما رحل، ومحمد العز وجه الخير سقم الحريب، رحابته من هنا تبدا الى اقصى زحل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سعد الله مساكم جميعا، اللجنة الموقرة، الجمهور الكريم، والجمهور من أمام الشاشات. النص بعنوان غربة علم وعتب. بسم الله. تدثرني بشوت الأمنيات وهقوة بلادي، تدثرني بشوت الأمنيات وهقوة بلادي، شتى فصل السفر من غمد غيمه سل رعاده، علي من العتب ما يحزن الضحكات فعيادي، لو اني معرف من العيد غير اسمه وميعاده، سريت الحلم في وجهي ملامح ضيقة أولادي، معي غصة بعاد وجرح متلون به ضماده، يقولون الوجع في غربتك بالضيق متمادي، غدا بيتك محط الحال والأحزان ترتاده. يقولون الوجع في غربتك بالضيق متمادي، غدا بيتك محط الحال والأحزان ترتاده، يبونا ليه ما ودعتنا بإحساسك الهادي، حضر عنك غيابك كيف صرنا فجأة أولاده، تسللت الظلام بغفلة عنهم الميعادي، على عرش السمو مشلح شموخ وحرف وقلاده، أحث خطاي وأعثر بالألم وأقوم بعنادي، زهابي نور علم ونبع حبر وطهر سجاده، أدور في حنايا الليل مسجد يكحل إسهادي، أنا ذات الغريب اللي رياض المسجد بلاده، وأدور في حنايا الليل مسجد يكحل إسهادي، أنا ذات الغريب اللي رياض المسجد بلاده، ولاقي في السماء موضع يدين لدعوة فوادي، تراتيلي خشوع وبوح عيني عز وعبادة، نعم لو غربتي تورق غياب وتثمر جهادي، بساتين آخر المشوار تثمر مجد وسيادة، أنا يا أولادي بصبح الوطن
ما يخفت إنشادي طموحي لجلكم فج الظلام بمشرق مراده مسافاتي تعب لكن لقاكم يوم ميلادي خذوني في يديكم طفل وتكبركم أمجاده. دكتور محمد. هلا دكتور سلطان أبو علي. دكتوراه في شو؟ في فلسفة التعليم والتعلم. الله إن شاء الله يفيد بك إن شاء الله، ويعني هذا الجهد اللي بذلته وحصدت هذه الدرجة العلمية تستاهل عليها التحية. تستاهل. ويحق لأبنائك أنهم يفتخرون بك. تسلم أبو علي، شكراً. هذه القصيدة من القصائد العجيبة اللي مرت فيه في المسابقة. موضوعها صحيح أنه ينقل تجربة شخصية ومعاناة مريت بها، لكن الالتقاطات اللي موجودة في القصيدة والطريقة اللي بنيت فيها القصيدة من أبدع ما مر بي في بناء القصائد اللي تتحدث عن التجارب الذاتية. من أول بيت في القصيدة: تدثرني بشوت اللمنيات وهجوة بلادي. وأنت يعني تدثرنا بالشعر، أقدر أقول عنك تهطل بهذا التصاوير الشعرية الجميلة. أنا دثرني بالي. نعم أنا دثرني بفروة مو بشعر بعد. تسلم يا أبو خالد. جو البارد. هذا من طيب حظي يا أبو خالد. أي والله. فمن أول بيت وأنت تعطي الأشياء روح أخرى غير الروح اللي نحن نعرفها في حياتنا الواقعية، فيها ما لجأت إلى أسلوب الأنسنة، وفيها ما لجأت إلى إعطاء الأشياء الحية صفات ربما غير حية ولكن بشكل إبداعي جميل. يعني يوم تقول غدا بيتك محط رحال والأحزان ترتاده، كأن الأحزان بشر يرتادون هذا البيت. والبيت اللي عقبه تقول حضر يقولون لأبناء يبونا ليه ما ودعتنا بإحساسك الهادي حضر عنا غيابك، كيف الغياب صار كأنه الأب مثلا. حسنت. هذا البيت أيضا فيه تفاصيل في غاية الجمال، التقاطاتك الخطيرة في القصيدة أنا بالنسبة لي أثارت الدهشة عندي. يعني تقول سريت الحلم في وجهي ملامح ضيقة أولادي معي غصة بعاد. هني أنت تتحدث عن ليلة السفر، أنا كأني أتصور وأتخيل ليلة سفرك. ثم تقول الأبناء يقولون ليه ما ودعتنا بإحساسك الهادي، وأنا أستغرب ليش ما ودعتهم. عقب تقول تسللت الظلام بغفلة عنهم الميعادي على عرش السمو مشرح شموخ وحرف وقلادة. هذا النقل لهذا المشهد اللي أنا متأكد أن فيه الرغبة في أنك أنت ما تقف أمام لحظة الوداع هذه، ولكن في نفس الوقت كيف أنك استطعت أن تعبر عن كل هذا بإبداع جميل، كيف أنك التقطت هذه اللحظات وخلقت منها هذا التصوير الجميل. ولاقي في السماء موضع يدين لدعوة فؤادي، أيضا تصوير جميل بديع يا محمد. تسلم أبو علي. الخاتمة الختام هذا أيضا شيء آخر: مسافاتي تعب لكن لقاكم يوم ميلادي خذوني في يديكم طفل. هني تخاطب أولادك وتعود إليهم كأنك طفل وهم يتحولون الآباء، هذا شيء عجيب. شكرا لك. شكرا أبو علي. شكرا لك. محمد الدكتور سلطان بين عليه الإعجاب يعني في النص لأبعد حد. قد يكون الرابط أو العامل المشترك بينكم حرف الدال. نفس المعاناة. صاحب تجربة أبو خالد. أنا ماني دكتور فبأتكلم يمكن بحديث مغاير تماما، لكني أبثني والله على هذا النص اللي فيه المثابرة والطموح وألم الغربة وهذا العناء من أجل الأولاد، عسى الله يحفظهم ويخليهم لك. وياك أبو خالد. وياك أولادك. النص مذهل بمعنى الكلمة للأمانة. المدخل يوم قال تدثرني بشوت الأمنيات، جميل هذا المسمى، من فخامة الأمنيات من كبر الطموح لبسته هذا البشت. يعني جاء هذا المفردة، مفردة البشوت جاءت مناسبة للأمنيات الدكتور فيصل. طبعا الصورة في العجز في هذا البيت شتاء فصل السفر من غمد غيمة سل رعادة، صورة جميلة جدا. أيضا عجبني علي من العتب ما يحزن الضحكات فعيادي لو أني ما أعرف من العيد غير اسمه ميعادة. في الغربة فعلا يتمرن الأعياد. صحيح. بس مجرد يعني اختناصة جميلة جدا، ومثل ما هي مؤلمة إلا أنها أشبعتنا شعر. أعجبني البيت هذا. أيضا اللي وقفك عنده أبو علي حضر عنك غيابك كيف صرنا فجأة أولاده. فعلا يعني أبنائك يعانون غياب الأب.
في الغربة وفي السفر، تسللت الظلام وغفلة عنهم والميعاد على عرش السمو، مشلح شموخ وحرف وقلادة. شو أسولف عن هذا النص الجميل؟ نعم لو غربتي تورق غياب وتثمر إجهادي. خلينا نتكلم عن البيت هذا، كيف تجانس المفردات فيه، ويعني الزرع كله موجود في هذا البيت بكل تفاصيله. غربتي تورق غياب وتثمر إجهاد، ولكن بساتين آخر المشوار تثمر مجد وسيادة. جميلة جدا الصورة وتجانس المفردات، أعطتنا صورة جميلة عن طموحك. الختام جاء مفاجئ للغاية للأمانة. مسافاتي تعب لكن لقاكم يوم ميلادي، خذوني في يديكم طفل ويكبركم أمجادة. فعلا ختام مدهش. أنت بطل هذا المساء يا محمد، الله يحفظك. تسلم يا أبو خالد، تسلم يا أبو خالد. جميل، استاهل. استاهل كيف. دكتور محمد أتانا بنص، يعني هو ما بين القصص، القصة وما بين الوقائع. يعني ممكن احنا نقول عنه أسلوب قصصي انتقائي، لأنه الشاعر في هذه مرحلة أو قصة حصوله على شهادة الدكتوراه وغربته من أجلها. لا بالفلسفة بعد. وجدنا إنه الشاعر بيذكرنا التقاطات معينة وركز عليها في خلال هذه المسيرة، سواء كانت في المنطلقات أو كانت في أثناء ما حدث في هذا الغربة، من مشاعر ومشاعر الأطفال، مشاعره هو تجاه الوطن، تجاه الدراسة إلى آخره، إلى أن يعني وصل إلى النهاية السعيدة في أنه حصل على هذا الهدف وأسعد بأطفاله وهو يقدم لهم هذا ليكون شيء يسمو بهم. الحقيقة أنه يعني لما قال حضر عنا غيابك كيف صرنا فجأة أولادة، وسريت الحلم في وجهي ملامح ضيقة أولادي. الحقيقة أنه شيء بالشيء يذكر. أنا شخصيا أحسست بهذا النص إحساس عميق، ويمكن لأني مررت بمثل هذه الحالة، ولذلك أتذكر قول الشاعر، يمكن للدكتور سلطان كذلك، يمكن هو مر بنفس الحالة، ولذلك الشاعر قال لا يعرف الشوكة إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وصل النص إلينا وصول كامل. شكرا يا دكتور. بنزار أبو خالد يقول قبل كم تقريبا 50-60 سنة، يقول قد ما بده أكبر من عمرك. العمر كله يا أبو نزار. على طاري الفلسفة، الجنوبي عنده ولد مثلك أسلم، ولد أخوه شيء، قال أنت تغربت ودكتوراه، شنو دراستك؟ قال له فلسفة. قال فلسفة شنو؟ كم يشرح له عن مفهوم علم الفلسفة؟ قال يعني حكم بحكاء. بس أبو خالد من أغرب الأشياء أذكرها، كنا في سنة من السنوات موسم شاعر المليون الأولى مع أبو نزار وأظني معاكم، وحاضرين مهرجان وحفل احتفاء باللجنة والبرنامج، ففي واحد من الشيبان اللي موجودين كان في الحفل قبضني على يم، كان الموسم الأول أو الثاني، فقبضني على يم بيقول لي دكتوركم هذا يعطي حقن كبره. لا واحد ثاني، وكنا مره في رحله برضه في برا في اوروبا، فمرض صار عنده اسهال والى اخره، وانا موجود واتفرج مثل غيري يعني من الوفد الموجودين. لا بعدين شويه اللي هو بيقول لواحد من الموجودين، بيقول له الدكتور محق ما يعرف يضرب باري ولا صح. الله لسانك يا محمد، ويعطيكم العافيه اساتذتنا. سادس نجوم الليلة من متاهة نقطة البداية لمحطة الختام، تعلم ونهض بأفكاره حتى تميز بشعاره. من الإمارات ناصر هادي المنصوري. كانت المشاكل التي تواجهني كشاعر الشح في المفردات، وعالجتها بالقراءة وكثر الاطلاع على الكتب. كانت أيضاً من المشكلات تواجهني كشاعر عدم تحديد الفكرة اللي بكتب فيها، سواء كانت عاطفية أو غزلية أو رثاء. عند تحديدي للفكرة تجاوزت المشكلة هذه. كانت أيضاً من المشاكل اللي تواجهني عدم قراءة المدارس الشعرية اللي تحيط بالبيئة لمواكبة الشعر، فتجاوزتها والحمد لله كلها بالاطلاع على المدارس الشعرية.
وانت كيف تحل مشاكلك الشعريه؟ علموا من هون نواب الشين روسنا ما تقبل الذلال نلطم الكايد وحن راهين وعندنا الصعبة لها حلال تحت حكم معرب الجدين شيخنا محمد ذرى وظلال انصفنا ما نجي صفين وانحاربنا نلطم العيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. المشاركة بعنوان إلى روح الشهيد عقيد طيار محمد مبارك المنصوري. يا ليل ارحم اللي في تهاتيه حزنه تاه عزيز العرب ما ذل وذلل دموعه يتل الوجع صوت الحزن من حباله آه وتفز الحناجر بالسطر آه مقروعه سيوف الرثة المحنية بطعني محناه يطوع غضبها ان القدر نمشي بطوعه من الفقد صدري بيت اهتز به مبناه وفي كل ركن من ضلوعه بدت روعه مضى محمد وبكى سحاب الوطن فرقاه تهل العباير فوق قبره من اللوعه نديمي على الفرقه معاميله ومركاه وذكرى غفت في البال وتفز مفجوعه وداعه جبين قبله موضع مصلاه رقت روحه بسجده بعد تم مركوعه شهيد جسد هي والسمه عز ما ننسى ثلاثة وسمه ما هي من المجد منزوعة على حفزة أهل العمر يا كم يحث خطاه عقيد العرب صدر الوطن وأول دروعه رجع سيف أبو خالد الغمدن حفظ ذكراه ونحن العوض لسلنا نبرية الصوعة نحن ثارنا لو بات ما بات في المضماه نساقيه بصدور من العز مزروعه نحن ثارنا لو بات ما بات في المضماه نساقيه بصدور من العز مزروعه يشيل كفنه من الرجل دون حد حماه ولا يرف له جفن ولا ترجف ضلوعه ولا يرف له جفن ولا ترجف ضلوعه. الله عليك يا ناصر صح الله لسانك صح الله بدنك يا ابو خالد ورحم الله الشهيد محمد مبارك المنصوري وجميع شهداء هذا الوطن وأوطاننا رحم الله كل شهيد ضحى بعمره من أجل وطنه. ناصر هذا النص شامخ بشموخ شهدائنا رحمة الله عليهم. أعجبني النص، أعجبني تفاعلك معه، حضورك مضى محمد وبكى سحاب الوطن فرقاه تهل العباير فوق قبره من اللوعة. طبعا البيت اللي قلت وداعه جبين قبله موضع مصلاه رقت روحه بسجده بعد تمم ركوعه كان يصلي رحمه الله عليه. محمد ابو خالد تراه مات وهو ساجد الله يرحمه ان شاء الله رحمه الله عليه مات وهو ساجد رحمه الله عليه. سيوف الرثة المحنيه سيوف الرثة المحنيه طعن يمحناه يطوع غضبها ان القدر نمشي بطوعه من الفقد صدري بيت اهتز به مبناه وفي كل ركن من ضلوعه بدت روعه تهل نديمي على الفرقه معاميله ومركاه وذكرى غفت في البال وتفز مفجوعه. ايضا لما قلت البيت خلنا نوقف عنده ناصر شهيد جسده يوسمه عز ما ننساه ثلاثة وسمه ما هي من المجد منزوعه حسب معلوماتي انه مصاب في حرب اليمن ها؟ نعم طعمك ثلاث مرات اصيب في اليمن نعم الله يسكن الجنة يا رب على حذف أهل العمر يا كم يحث خطاه عقيد العرب صدر الوطن أول دروعه شجاع فعلا وأنا كأني شاهدت له مقطع لما زار الشيخ محمد الله يطول بعمره معلق أوسمة الشجاعة يا أبو خالد الله يرحمه فعلا الله يسكن الجنة رجع سيف أبو خالد الغمدن حفظ ذكراه ونحن العوض لسلنا نبري الصوعة. هذه الصورة شبهتها بالسيف اللي رجع الغمدة الغمدة هني أرض الوطن هذا التشبيه جميل جدا وخدم الموضوع نحن ثارنا لو بات ما بات في المضماه
مساقيه مصدور من العز مزروعه يشيلك فنه من الرجل دون حد حماه ولا يرف له جفن ولا ترجف ضلوعه. نص للأمانة يقشعر له البدن. ناصر حضرت حضور الشامخين الأبطال في هذا النص رحمة الله عليه وعزائي له يستاهل والله روح الشهيد. وناصر ناصر عيد اللي مساع دخلت فيها الأبيات الوطنية الحماسية صوتك علموا من هو نواب الشين روسنا ما تقبل الذلال الله نلطم الكايد وحن راهين عندنا الصعبة لها حلال تحت حكم معرب الجدين شيخنا محمد ذرى وظلال انصفنا ما نجي صفين وانحاربنا نلطم العيال الله 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 أبدعت يا ناصر الله يوفقك يا رب تفضل بالسلام على صدري تفضلت رحم الله الشهيد. والقصيدة هذه الحقيقة أنه يعني هي ليست قصيدة رثاء وإنما هي قصيدة فخر بما فعله هذا الشهيد وما قدمه في مسيرته كلها من حيث أخلاقه ومن حيث انتمائه للوطن وتضحيته في سبيله. وطبعا أحسن الشاعر في صياغة هذا الموضوع بهذه الروح الشعرية الجميلة. أعجبني في القافية، القافية الأولى اللي هي تاه آه إلى آخره، هذه المقطع اللي هو حروف القافية هي في نفسها نوع من الحزن أو من النوع الآه. طبعا الإنسان لما يحزن أو يتألم يقول الآه، فأحسن الشاعر صنعا عندما جعلها هي قافية الشطر الأول. وحتى قافية الشطر الثاني جعل حرف الوصل فيها بعد حرف الروي هاء روعة، نوع برضو كذلك من الزفرة التي تتمثل في حرف الهاء الموجودة هنا. الكثير من الأبيات تستحق الإشارة، لكن أنا أقول هذا الشاعر الذي يجلس أمامي الآن أبوه صديقي هادي الربيع المنصوري، قدمت أنا وياه برنامج اسمه أضواء على التراث، أضواء على التراث من إذاعة أبو ظبي سنة 82 1900، وكان شاعرا مرموقا حساسا وعميق المشاعر. أذكر أنه في يوم من الأيام كانت عنده ناقة وقد ماتت. فقال فيها قصيدة رثاء وهو يقولها كان يبكي وكاد يبكينا. فلا أعرف إذا كان ناصر عنده بعض أبيات من هذه القصيدة أو لا، لا أعرف. إذا كان عندك بعض أبيات هذه القصيدة تتحفنا بها، وإلا فأنت يعني في حل. طاحت علينا فاطري والهجام انهال، وفى يومها في قاعته لاعتمر مبناه، وعساك ضروب الميج يعد بين جبال يلعد، لبلك إلى حط صادق ما عسى تشترك لجات سوقات من الأخيال خذ الفاطر المجاف، يا ليت ما جيناه ويا ليت ما قمنا بجاله، وشعبه سال ومن موت تكشل الراس من دونها سمناه، لا شفتها في قاعة العد شين الجال وكل مرزمة يرزم فوادي من غير كناه، ويا والله اللي خير من ذا اهرى وقتال حنت حنين يروع من قاعة المنحاه، وسجت بصوت يظهر الشيب في الأطفال، وعلى فاطري دمعي تهامل وغبيناه ولا بيسواه ناش، يا الفاطر المزعال تعلين من ذا اليوم يا زينة العذراء ويا بنت حلوة زينة الدل والزرفال. طويلة. أول مرة أبو نزار يطلب قصيدة من شاعر. فعلاً هذه القصيدة تستاهل للواحد. الموقف استدعى في المسرح. الموقف استدعى ذلك. ونعم شكراً على خطى والدي الله يحفظه. شكراً يا ناصر. شكراً يا ناصر والله يرحم شهداء الوطن، ونسأل الله أن يتقبلهم بواسع رحمته. يوم يقولون حب الوطن غالي، فعلا هو غالي، وهذا الغلاء لا يمكن إظهاره فقط بالكلام أو بالوصف الشعر، ولكن بالفعل، مثل الفعل اللي قدموه شهداء الوطن بمواقفهم اللي تسجل بالذهب في التاريخ. المطلع يا ناصر فيه دلالة رائعة، خاصة في الشطر الثاني، عزيز العرب ما ذل لو ذل لدموعه،
يتل الوجع صوت الحزن من حباله آه وتفز الحناجر بالسطر آه مقروعة. وجدت أن هذه القصيدة فيها سلاسة جميلة جدا وفيها قرب من الروح. وجدت أنها تنقسم إلى قسمين، قسم الأول ذاتي مرتبط بفقد فقد القريب هذا الشهيد، العلاقة القرابة الشخصية، والقسم الثاني المرتبط بالوطن والدفاع عنه و يعني الذود عنه وموضوع الشهادة نفسها. واستطعت أن تمزج بين هذين الجزئين في القصيدة بشكل متقن إلى حد بعيد جدا. نديمي على الفرقة معاميله ومركاه، وذكرى غفت في البال وتفز مفجوعة، وداعه جبين قبله موضع مصلاه، رقت روحه بسجدة بعد تم مركوعه. نرجع نقول هني إذا الشاعر استطاع أن يلتقط مثل هذه التفاصيل ويوظفها ويصورها بشكل متقن وجميل من غير ما يفقد الجانب الشعري، ومن غير ما أيضا ما يدل على الموضوع، لا يوضح الموضوع وفي نفس الوقت يحافظ على المستوى الشعري، فقد وفق كثيرا في بناء نصه مثل هذا النص اللي تقدمه الآن يا ناصر. الله يرحم شهدائنا وكل التوفيق لك. الله يطول عمرك. شكرا لجنة التحكيم وفالك البيرق يا ناصر، والله يرحم شهداء الوطن الأبرار. آمين. نجوم الليلة قدموا مشاركاتهم الرئيسية وهم على أتم الاستعداد لخوض تحدي المعيار الثاني، لكن بعد الفاصل. خلوا عيونكم على إبداع نجومكم. ضفاف ملهمة العواصم بوظبي، نجدد التحية لكم مشاهدينا ومتابعينا مباشرة على الهواء عبر قناتي بوظبي وبينونة في الأمسية رقم 14. مشوار طويل يسعود لكنه جميل بكل تفاصيله. أكيد يا ميثا، ومن تفاصيله الجميلة الزيارات والجولات في ربوع بوظبي الغالية. نجومنا كانوا متواجدين في مهرجان الظفر البحري في دورته الـ15 اللي ضم مجموعة من الفعاليات والمسابقات الرياضية وكل ما يخص التراث البحري. تفاصيل أكثر في هالتقرير. سعيدين بتواجدنا اليوم في مهرجان الظفر البحري. اليوم أنا عرفت أشياء ما كنت أعرفها صراحة من هذا المهرجان، فكان ثري بالتراثيات البحرية. طلعنا على فعاليات اللي فيه مهرجان جميل جدا، أنصح بزيارته، كانت ليلة رائعة جدا. تشكر دولة الإمارات على خدمة التراث، مهرجانات متعددة ومتنوعة يعني، ومن جميل الصدف أن المهرجان الواحد يحتوي على أكثر من فعالية وأكثر من مهرجان. شفنا التراث البحري وشفنا التفاصيل الصدف والمحار وشفنا الديلة البحرية وشفنا يعني أشياء كثيرة. اللي ما زار مهرجان الظفر البحري لازم يزوره، مهرجان جميل من جميع النواحي.
يناكم ونجوم الليلة على المسرح مستعدين للتحدي الثاني الخاص بمسية الليلة. نبتدي معاك يا عامر، تفضل. يا ليل ما في حيل من عقب راس العدا ما ذكرت طاري منى، الله يعين الخليل اللي رمتها الثامة تنى صويب القنا، وشلون صرت البخيل وانا احسب انك غمامة القى وراها غنى. سلامت. صح لسانك يا عامر. عبد السلام عندك، تفضل. صدر المحبة يشيل قلب انت فجر غرامه مضاق يوم، وانا وشلون يبرد غليل والوصل خرمص ظلامه، والحزن ليله دنا غلاك يم الجديل ما يشتكي من حيامه لو جف نبع الهنا. صح لسانك عبد السلام. فيصل جزا، تفضل. لفاح في القلب هيل تعبت قل اهتمامه، مالي بحبه غنى يا رب تشفي غليل، ولم طرت لي غمامه ما به ثمر لي دنا، بذوق لي سلسبيل يسن سيف بكلامه لا مر غصن القنا. صحيت يا فيصل جزا. وننتقل لفيصل عبيريد، تفضل. يا قلب وين الخليل اللي جفاني سلامه، ولا وطيت الخنا تايه معه كل ليل، والليل يفجع ظلامه في مهجتي وش جنى، لها المحبة دليل لو كان طول خصامه هو غايتي والمنى. صح لسانك يا فيصل. محمد، تفضل. قلب المتيم دليل لو كان مسمع كلامه، ما في المحبة هنا تايه وفاقد خليل، والليل موحش ظلامه والدمع منه دنا، يا زين يم الجديل لو كان حبك ندامه قربك نشيد وغنى. سلمت يا محمد. والختام مع ناصر، تفضل يا ناصر. الحب سيف صقيل يقدر على كل هامه، يطع الليالي الهنا بس باب رمش ظليل، أنوح نوح الحمامة وغني الله لنا، قلبي بوجهك دخيل دله لدرب السلامة لا تهدم اللي بنا. يا سلام يا ناصر، صح ابداعكم وفالكم البيرق جميعا. نتوقف مع ملاحظات اللجنة، تفضلوا. طبعا كل أتقان الوزن وأتقان القوافي، وطبعا التفاوت جاء في طريقة التعبير عن المعنى والعبارة الشعرية، وأنا رأيت أنه عامر وعبد السلام كانوا الأفضل والباقي لا بأس فيهم. شكرا للجميع. أنا بالنسبة للشعراء أجادوا المجاراة على الوزن والقافية والموضوع أيضاً، وإن كان هناك تفاوت في المستوى، كنت أتمنى أن بعض الشعراء يهتمون أكثر بالمعنى اللي موجود في مجاراتهم، أو على الأقل الترابط بين الأشطر، لأن أحياناً أجد أن بعضهم كاتب شطر وينتقل على طول في الشطر الثاني المعنى مو مترابط وياه، فلو كان متأني شوية أكثر. ولكن بشكل عام المستويات جميلة. أيضا أرى أن عامر وعبد السلام كانوا أفضل من جاروا في هذه الأبيات. شعراء أنا أبدعتوا، بعضكم يمكن ما مر عليه الطرق هذا أول مرة، بس الشاعر ما يعسر شيء على ما يقولون. الملاحظات البسيطة في مهجتي وش جنى مثلا، فيصل وش جنى يعني في هني عندي ملاحظة. أيضا كذلك فيصل جزا، مالي بحبه غنى ولا عن حبه؟ مالي غنى عن حبه، مالي بحبه غنى، غنى يعني معنى شوي سوى عندي تايه معه كل ليل. يا زين يم الجديل أيضا محمد،
يا زين مذكر وام الجديل مؤنث، اعتقد من الصعب انك تجمعهم يا زين يا ام الجديل. والدمع منه دنا، دنا يعني قرب، دنا من عينه يا ابو خالد، اقترب يعني طاح، اقترب اقترب دنا. ايه نعم. ناصر مبدع وابياتك جميله جدا، وايضا عامر كذلك وعبد السلام ابدعتوا للامانه، كلكم مبدعين. إذن كل الشكر للجنتنا الكريمة، بنعطيكم أكيد وقتكم لوضع الدرجات والمشاورات ووضع القرار النهائي في تأهيل شاعر أو شاعرين للانتقال للمرحلة القادمة وهي الأخيرة من منافسات شاعر المليون في موسمه الـ11. وأنتم مشاهدينا ومتابعينا لا تصيرون بعيد، جايينكم. نحييكم من جديد في الجزء الأخير من ثاني أمسيات مرحلة الـ12 مباشرة على الهواء عبر قناة أبوظبي وبينونة. مثل ما عودناكم نذكركم دائما بمتابعة حلقات درب الشعر اللي تجمعكم مع النجوم في إطار الأسئلة والمعلومات وأكيد المتعة الشعرية. تابعوا الحلقة قبل الختامية من درب الشعر يوم السبت الساعة 8 المساء على قناة بينونة مع الزميل عبدالله الكربي. ليالي الشعر في أبو ظبي دومها منورة بالنجوم وعلى درب الشعر. المرحلة هذه تميزت باختيار المواضيع وبطريقة كتابة النص، في إبداع وفي صدق موضوع. ما اسم هذا البرنامج؟ وإجابتك خطأ. نتابع هذا المقطع وردين بالسؤال. وإجابتكم صحيحة. أنتم نرحب شاعر محمد بن حمد بن مشيط المري، مرحبا ومسهلا. يا مرحبا يا عبد الله. على اي بحر هذه البيتي؟ اجابته صحيحه، بيض الله وجهه. انا مصر على لماه ومصمم، تشدني ميزته واستحسن عيوبه. الله. وقل له الى من طلبت حاجه يتم، ترى لمن طلبت المحتاج. يا سلام. قرار لجنة التحكيم صار جاهز، لكن خلونا قبلها نتوقف مع ملخص لأبرز ما قدموه نجوم الليلة. وذود ورا رمشك الساهد طواها الحيام، حالت من أطراف خدك فوق راحت يدي رعيتهن، والمدى دونه صليل وجهام، وغرست غصن الدعاء لله وعودت ندي. الرشد مشكاة العقل، والغي مقبرة النعيم، والصمت يوقد جذوة التأنيب ويفوح الكلام. إلى متى تبحر بي اللذات والمرسى بهيم، وإلى متى تدفعني الغفلة بمجداف الهيام. وحولك بول الكنة قطين البدو، يا مضياف وجودك في عدودك، لبسك تاج بسوانيها تمر الراس، يا ثوب الطهارة وتغسل الأطراف وتتساقط ذنوب الناس في مجرى مواضيها. زمزمي في ظل عبر كان الحنين استشرى، القلم دلو المحابر والخيال الساقي، أغدق الماء وانشر الوان الزهر بالصحراء، يتبعك مزني ويكشف غرتك براقي. يا بونا ليه ما ودعتنا بإحساسك الهادي، حضر عنك غيابك كيف صرنا فجأة أولاده، تسللت الظلام تسللت الظلام بغفلة عنهم الميعادي، على عرش السمو مشلح شموخ وحرف وقلاده. وداعه جبين قبله موضع مصلاه، رقت روحه بسجده بعد تمم ركوعه، شهيد جسد هي والسمه عز ما ننساه، ثلاثه وسمه ما هي من المجد منزوعه.
فالكم توفيق يا شعرانا. والحين اكيد نتوجه الى لجنه التحكيم. دكتور سلطان، رايكم بشكل عام عن امسيه الليله؟ قول اليوم كان فيها شيء يحدث لاول مره بتاريخ المسابقه، ان ابو نزار يطلب قصيده من شاعر. صحيح. فهذا الشيء حنقول ابو نزار بهذه المناسبه هو اللي بيحدثنا اليوم عن رايه في الحلقه. ونتمنى المره الجايه بعد نقول يمكن يطلب شل ابو خالد المره الجايه ابو نزار. والله ليش لا؟ في تغير في انت بتحكي عن الحلقه الجاي ولا عن حلقه اليوم؟ لا، حلقه اليوم انه كل الشعراء ممتازين الحقيقه، ولا يجوز الا ذلك. يعني ما انا ما اتخيل ان يكون في شاعر ضعيف في هذه المرحله، والا بنكون احنا فاشلين قبلهم. يعني ما بصير. فكلهم فعلا يعني على مستوى عظيم. وبعدين انا اعجبني في الشعراء اليوم، ويمكن من كم حلقه، انه اصبحوا يذهبون الى موضوعات ما بتخطر على بال الانسان العادي، يعني ليست مكروره وليست معتادة عند الشعراء. فهو هنا الإنسان منهم صار يتفقد ما حوله بعين الشاعر، فيلتقط لنا التقاطات أصلاً في موضوعها جميلة وصعبة في قول الشعر فيها. يعني فيها مهارتين، وذلك أنا أكبر فيهم هذا الشيء، وأراهم أنه يستحقون الوصول لهذه المرحلة، وإن شاء الله المرحلة الجاية بتكون فيها هم متألقين كذلك. زين، ايش رايك نحرق المشهد عليهم الاثنين هذولي ونعلن الفائزين؟ احنا مجهزين بطايقنا. انت بتعرف مين هم الفائزين؟ ابو خالد. اعرف. تعرف؟ اعلم الغيب انا. طب قول واحد. ابو خالد نبى الثاني منه. ايه الثاني. ها؟ نبى يحصل على المركز الثاني. ها؟ الثاني من الثاني؟ ونزار بيقول لك انت ما بتعرفش. السر عند ابو علي. ذكرني يعني راح نأهل شاعرين. ابو خالد كنز هنا. معناته اثنين اللي تأهلوا. صحيح. انا ما اعرف اثنين ولا واحد. ما ادري. ابو خالد تستعين بصديق. خربقنا ام الدنيا الحين. هذا اسمي. ها مش تكران. ها بشر اثنين ولا واحد. والله مع الاسف اثنين. ما اشوف انا ما اشوف. الثاني منو يا ابو خالد؟ لا تخجل ابو خالد، ما عليك. الثاني والله انه يستاهل. اخاف تخربط ابو خالد. الثاني ميثا صباح؟ لا. ميثا صباح؟ لا. والله تستاهل ميثا والله. بعد حلقتين تصير شاعره والله. طبعا كل شعرانا مثل ما قال ابو نزار مبدعين ونجوم بمعنى الكلمه للامانه. حضورهم يعني حضور الابطال في هذا المساء. ولكن هذه آلية المسابقة. نعم. الثاني طبعا يستحق، وأي واحد تأخذه منهم يستحق. وبأشوف الجمهور والله وين يتوجه. والله فعلا كلامك صحيح. الوادعي يستاهل. محمد المداوي الوادعي حصل على المركز الثاني. بالألف مبروك بقرار لجنة التحكيم. لكن جمهورنا نون اللي حصل على المركز الأول بقرار لجنة التحكيم في هذا اليوم. الله يعينه. اللي حصل على المركز الأول بيتأهل لحلقتنا أو حلقاتنا الختامية اللي هي عبارة عن حلقتين، وبينافس على لقب شاعر المليون، وبيحصل على واحد من المراكز الستة الأولى. يعني بيخلد اسمه في تاريخ هذا البرنامج. حقيقة كل اللي دخلوا البرنامج خلدوا أساميهم، ولكن المنصة الختامية هي طموح كل واحد من بين الشعراء. يا ترى منو اللي اختاره أو اختارته لجنة التحكيم في هذا اليوم، وكان قرارهم بأنه يستحق التأهل؟ الكل نافس بقوة والكل استحق، ولكن واحد فقط اللي تأهل في حلقتنا لهذا اليوم، أو اثنين اللي تأهلوا، واحد أعلننا عنه والثاني عامر. شو كنت تقول لي قبل الحلقة؟ ما لا شيء كنت تقول لي قبل الحلقة. ويش؟ اليوم قلت لي إذا لجنة التحكيم مؤهلتك شو بتسوي؟ إيه سمعناك عامر قول. والله إني نسيت. لا قول اعترف. نسيت والله يا سعود. كان تهديد صريح. أكيد. هات. اللي حصل على المركز الأول بقرار لجنة التحكيم اليوم نقول له ألف ألف مبروك عامر بن مبشر. ألف ألف مبروك لك يا عامر، وألف مبروك لكل نجومنا. والحين راح نتعرف معاكم على درجات نجوم الليلة. عامر محمد بن مبشر 48 من 50.
عبد السلام رفيع السلمي 46 من 50، فيصل جزا الحربي 43 من 50، فيصل عبيريد العازمي 44 من 50، محمد آل مداوي الوادعي 47 من 50، وأخيرا ناصر هادي المنصوري 43 من 50. نجومنا بانتظار دعمكم وتصويتكم من خلال تطبيق شاعر المليون عبر الآلية التالية. للتصويت لشعرائكم في برنامج شاعر المليون في الموسم 11، قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني أو حملوا التطبيق الخاص بالمسابقة، وادخلوا على قائمة المشاركين وقوموا بالضغط على صورة نجمكم المفضل ومن ثم التصويت له. وفالهم الفوز. يتجدد لقانا على مسرح الشعر الأول شاطئ الراحة الأسبوع الجاي إن شاء الله في نفس الموعد في المرحلة النصف نهائية من المنافسة على لقب شاعر المليون للموسم 11 مع نخبة النخبة. نترياكم الثلاثة الجاي بإذن الله مع المتعة والإثارة والمفاجآت، وبنتعرف معاكم على إجابة السؤال الأهم: هل بينافس الشاعر مساعد بن قعساس الحارثي على بيرق الموسم 11، أم أن بيتنازل عنه للنجوم الستة للمنافسة عليه؟ نلقاكم على خير.